السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واش راكم خوتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير معكم كريم وفي فيديو جديد اذا كنت جديد انت ما تنساش دير ابوني وتفعل لايك باش يوصلك كل جديد ودير نجم للفيديو باش نكملوا نبارطاجيو لكم غير جديد ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نحكيوا شويه على اسعار الهواتف في السوق الجزائريه ولا بمعنى اخر هل اسعار الهواتف الذكيه في السوق الجزائريه حاليا سوف تنخفض ولا لا والاسباب اللي خلات الاسعار ترتفع في السوق الجزائريه لحد الان انا ما شفت اي تغيير في اسعار الهواتف السوق الجزائريه فتشت في جروبات في الفيسبوك فتشت في واد كنيس لقيت الاسعار مثلا روشاسيت على شاومي ريدمي نوت ويت برو السمانه اللي فاتت والسمانه هذه البري قاعد هو هو وكاين بعض الهواتف زادوا والسبب انه بيلفور حابسه وزيد المطارات مغلوقين ما كانش منين راح يدخل الهاتف الجديد ولاحظت ايضا في بعض الجروبات على الفيسبوك قالوا اسعار الهواتف الذكيه انخفضت ولكن ما على باليش الولايه بالضبط ولكن هم يقولون انخفضت بعض الهواتف كما قلت لكم انا زادوا زادوا بزاف بزاف لي زوالي خونا ما يقدرش يشريهم وهذه هي والموعد اللي راح تنخفض فيه الهواتف في السوق الجزائريه ما نقدروش احنا نعلمو به لانه علاش حسب بعض المصادر انه الجزائر تمدد الحجر الصحي لاسبوعين زادوا في الحجر اسبوعين ورفعوه في اربع ولايات ربما هذو اربع ولايات لي على الهواتف توهم انخفضوا والله اعلم ما نقدرش انا نعطيكم اكزاكت ولكن ربما انخفضت عندهم اسعار الهواتف الذكية ولكن هنا عندنا بالذات في باتنا الأسعار مرتفعة في بعض الولايات مرتفعة انت كأخلية ما ننصحكش تشري أي هاتف حاليا من السوق الجزائرية خلي حتى تركح الحالة ويهبطوا شوية الأسعار كي واحنا حنا نلاحظوا الأسعار بدأت تنخفض تنخفض غادي ندير فيديو إن شاء الله ونقول هل تشريوا الهواتف من السوق الجزائرية ولا لا المهم اصبروا هذا ما كان وراح يكون فيها خير إن شاء الله كان معكم كريم الله في رواحكم والسلام عليكم ورحمة ورحمة الله تعالى وبركاته